شباب من جديد تحياتي، اليوم شرفنا صديقنا ومتابعنا ادريس بهالاكس 5 3.5 6 سلندر 2017 والاحلى واحلى انه محدث الميكانيك والميزانيه والشكل للام باور. شباب بنبلش بالدايناميك زانون، شوفوا تومبونيل ام باور ولا احلى من هيك، سنسر امامي، شوفوا الجريل الاسود طبعا 360 فيو كاميرا امامي، هاي شبك الرفراف منكهينه بالام، وهي المرايه يا عين عمرية الام الفولدينج تفتح على الكهرباء، وهي السحبات الحلوين، وبالنهائيات عندنا غطا صندوق كهرباء وسنسر وكاميرا على الاريال، وهون ولا احلى. وركزوا معي على الاكرا بوفيك بايت شباب، مش بس زوايده حلوين ومش بس ميكانيكه حلو، كمان لون داخليته حلوة، عم نحكي عن الاسود والاحمر تو تون مع الدرز الحمراء، وشوفوا معي هالسيت شباب بقى. شوفوا احلى مشهد يا عين على الاكس 5 الام باور. شباب الجونت جلوسي بلاك 20 انش، شوفوا حجم الديسكيت والسلندرات لانه معدلين للاكس 5 ام باور. شباب الكراسي سبور وريكارو، وطبعا ولا احلى من هيك كاربون فايبر مرافقنا تو تون الاسود والاحمر، ودرزه الام شوفوا هالمالتي فانكشن ستيرنج، ولا احلى من هيك ام 1 و 2 الشفترز موجودين، التابلو رائع جدا، كبسه السعاده موجوده والشاشه الكبيره كرمال السنسور والكاميرا، طبعا ما ننسى البرد وسخن بالكهرباء. ما في مزح، تعديل مظبوط حقيقي 100%، داخليه رائعه والكاربون فايبر انتل المنطقه كلها. شباب اجا وقت نسمع النغم. اللي طلبوا اكس 5 محدث حلو وام من جوا ومن برا، معلش يتواصل مع الرئيس ادريس مثل ما دائما بنقول، الله يبعد دربات ويهني صاحب النصيب. صور سعره على الويب سايت ركيم موتورز دوت كوم.